زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. واش عرف شو الناس ديال حزب العدالة والتنمية وجميع السياسيين علاش كيتضاربوا على العمل السياسي وكيترشحوا دائما في الانتخابات؟ هاد الناس كيحصدوا المراير من العمل السياسي اللي كيمارسوه وكيضربوا الدقة الصحيحة ديالهم. منتخب واحد ديال حزب العدالة والتنمية أضرب نص مليار سنتيم في ظرف 3 سنوات فقط بمعدل 12 أو 13 مليون سنتيم في الشهر. إيوا سير انت أبو راس خدم 3000 أو 5000 درهم وهذا ضرب نص مليار وما يجمعها غير الفم. بس يسمحوا لي عفاكم يكون هذا شي واحد ديال البي جي دي. ألو وي السلام عليكم سيدي لاباس؟ ها ماشي نص مليار وشحال؟ 470 مليون. واخا سمحوا لينا سيدي احنا نصحوها دابا. قال لك سيدي ماشي نص مليار، قال لك غير 470 مليون سنتيم. اي ياسي 470 مليون سنتيم فقط لا غير، ماشي نص مليار، غير 470 مليون صافي. اي شويه ماشي شي حاجه كثيره. واحد المقوله شهيره ديال السي عبد الاله بن كيران رئيس الحكومه السابق مازال ما بغاتش تخرج ليا من الراس، واللي صرح فيها شخصيا وقال للناس اللي كانوا معاه في واحد الاجتماع ديال الحزب: فين كنتوا كتحلموا بهاد الملايين كلها؟ راه مخير فيكم، كان كياخذ 5000 او 6000 درهم. السي بن كيران بطبيعه الحال ما كانش كيكذب وما قال الا الحق، واللي ما عقلش على هذا التصريح غادي نفكروا فيه. ماشي بحالكم تسحب لكم ملي كيجيكم داك الماندا كتقولوا الله واي 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 شحال ديال الملايين، جوج ثلاثه عمل الاخ غاي انت ولا الوزير وصل خمسه ولا رئيس الحكومه يوصل سبعه الى اخره. فين كنا كنحلموا حنا بهاد الملايين كاملين؟ حنا مولفين 6000 7000 درهم 10000 درهم كاع، اللي وصفات فينا مليون الاخرين كينظروا لي على انه يا كاس التبري شحال انت كتشد انت مليون ولا ماشي سني با لا ميم شوز. الاخ الا قدر يجيب لدارو كيلو ديال اللحم في النهار كيعتبر راسو حتى واحد ما فوق منه، فهمتي ولا تاكلو هو وليداتو ما الحمد لله الحويجات على قد الحال، السياره لا باس بها الله يجعل البركه. قال لك كان الا جاب كيلو ديال اللحم لوليداتو هذاك هو النهار الكبير عنده. هو السي بن كيران وراك اللي ما لاقي حتى تبصيل ديال العدس وما لقاش باش يشري حتى بوكاديوس، وكاين مسكين اللي كيضرب غير الخبز واتاي. اما باش تقول لينا الفقير ديالكم كان كيجيب كيلو ديال اللحم لوليداتو في النهار، فهذا هو اللي يمكن لي نسميه شخصيا بالطنز العكري. ولكن الناس ديال حزب العداله والتنميه كاين اللي مشى فيهم ابعد من هذا الشيء كله، ولا زاد المراه الثانيه والثالثه، وهذا الشيء بطبيعه الحال ما كنقولوش من راسي، هذا الشيء هما شخصيا اللي صرحوا به. سمعوا معايا اش قالوا في نفس الاجتماع. فهمتي ولا لا كاع اللي مزوج بشي مرا ولا كثر جوج فهمتي ولا لا فرحان الا كثر جوج فهمتيني ولا لا. قالوا لي كاين شي واحد عنده ثلاثه فهمتي. انا بعدا كيعجبوني غير ديك الضحكه والتكركيره ديالهم، والله الا علام هاد الناس ديال حزب العداله والتنميه. نرجعوا لخونا واللي هو القيادي ديال حزب العداله والتنميه العماري، يعني عمده مدينه الدار البيضاء الكبرى، واللي ضرب كيف قلت حوالي نصف مليار سنتيم او بالضبط 470 مليون سنتيم في ظرف 3 سنوات. هاد السيد ضربها من خلال التعويضات والاجور اللي ممنوحه ليه، قبل ما نهضروا على داكشي اللي كيدخلوا من الوظيفه الرسميه ديالو والشيء الاخر. وزيد وزيد الخبر في راسكم، كملوا من عندكم. عليها هاد الناس تيقولوا لك حنا ما نخدموش بيريكي، انتوما راه ماشي خدامين اي بيريكي، انتوما راكم وليتوا رجال اعمال، والمدخول اللي كيدخلوا هاد العمده فقط كيفوق المداخيل ديال شركات بقديها وقديدها. الالاف من الشركات اللي خدامه حاليا ما كتقدرش تدخل 10 المليون في الشهر، فما بالك ب 12 او 13 اللي كيدخلها رجل واحد فقط وكيضربها لجيبه وكيمشي مرتاح مع راساتو. ويا ريت كون كانوا غير كيقوموا بالادوار والمهام ديالهم وكيأديوا الواجب ديالهم على اتم وافضل وجه. شوفوا الدار البيضاء مثلا كلها مشاكل والناس كتشكى وكتحسج
من الممارسات ديال الحزب العداله والتنميه الحاكم، وكيتحدثوا على الكثير من الخروقات والاختلالات اللي كتعرفها المدينه بسبب سوء تدبير هذا المجلس في هذه المدينه الكبرى. ايوا نزيدكم والله بارك، المعلومات كتقول بان السي العماري يعني العمده ديال كازا كيدخل بالضبط 13 مليون سنتيم في الشهر، وهاد 13 مليون سنتيم كتجي عن طريق صفته او تعويضاته كنائب برلماني ونائب لرئيس مجلس النواب، وهذه كلها ضرب عليها 1,406,000 درهم، يعني 140 مليون زائد 120,000 ريال. ايضا هناك منحه تنقلاته الدوليه واللي كتوصل ل 2500 درهم في اليوم، كيخرج هو يدير السفريات مع راسه ويتسارى ويتبرع على حساب المال العام، ياكل ويقصي ويجلس في الوطيلات السانكيطوار، ومن فوق هادشي كله كيزيدوه 2500 درهم في اليوم الواحد، وكيقولوا لي هذا تعويض ديالك. انا هادشي ماشي انا اللي كنقوله او جبته من راسي، هادشي راه مقيد عندهم وكاين تحت مسمى القانون، يعني كاين قانون اللي كيمنحهم هاد التعويضات كلها. 2500 درهم لليوم الواحد وهو راه مبرع مع راسو من المال العام كيف قلت سابقا. وهذا التنقلات يعني حسبوا ليه الناس لقاوه مدخل 112,500 درهم، يعني 100,000,050,000 ريال اللي دخلها هذه في ظرف 3 سنوات. ايضا هناك تعويض كعمدة لمدينة الدار البيضاء واللي شد عليه 100,000,000 سنتيم بالتمام والكمال، وفوق منها واحد 8 ديال المليون. ايضا كيتحدثوا الناس على التعويضات ديالو كوزير سابق من ماي 2015 الى اكتوبر من سنة 2016، واللي حصل فيها ايضا على تعويض كيتقدر ب 100,000,000 سنتيم زائد 61,000 درهم، يعني مجموع ما لهفه عمدة الدار البيضاء من ريع خلال 3 سنوات فقط كيتجاوز 4,700,000 درهم، يعني 470,000,000 سنتيم بالتمام والكمال. هذه كلها ضربها هاد السيد في ظرف 3 سنوات فقط، مع العلم ان ماشي على العماري بوحده اللي شاد مراسيب كبيره ومهمه في حزب العدالة والتنمية، كاين السي الديبخشي والسي بيليكي، وكاين مول 7 المليون اللي على بالكم، وكاين 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 حتى واحد العمدة ديال الرباط عاودوا لي عليه شي حوايج ما كتدخلش للعقل، وقالوا لي داكشي اللي لافوا في هاد السنوات العشر او الخمسطاش الاخيرة والله ما كيصدقوا العقل. يعني هاد الناس داروا ثروات كبرى وحقيقية غير بالبارودي ومن تحت الطبلة، وما كانوش كيعرقوا فيها او كيضربوا فيها جمارة، ومع ذلك مازال متشبتين ولاصقين وتيقولوا لكم ابت هنا النبت، ما باغيش يتفكوا مع المال العام وما بغاوش يعطيو احتقار نهائيا، ومازال طامعين باش يعمروا الشكاير ديالهم اللي جابوهم خاويين. ولكن على ما كيبان ليا ان هذه هي النهايه ديال حزب العداله والتنميه، فمن بعد واحد الحاله غضب شديده لدى عدد من المناضلين والمنتخبين فيه، بدات عمليه ترحال جماعي من حزب العداله والتنميه نحو احزاب اخرى. وبلا شك انكم سمعتوا الخبر ديال انتقال اصغر برلمانيه كانت في الحزب واللي حتى هي ضربات يديها مزيان وغمسات بالمعقول في الريع الحزبي، يعني السيده اعتماد الزاهدي، واللي جمعت معاه واحد المجموعه من المنتخبين ديال الحزب وتوجهت بهم عند السي عزيز اخنوش. اللي فهم شي حاجه اشرح لي، انا والله ما فهمت شي لعبه. هاد السيده اللي كانت من بين المقاتلات الحقيقيات ديال الحزب بحال داكشي ديال امينه ماء العينين وزيدوا عليه، كتقرر التوجه مباشره الى حزب التجمع الوطني للاحرار، يعني باش تعرفوا ان هاد الحزب عامر غير بالناس اللي كينشوا على كوالتهم وكيمشيو دائما مع الجهه الغالبه او هذيك الجهه اللي كيتوقعوا انها غادي تكون هي الغالبه. فاعتماد الزاهدي كتبان ليا ذكيه مزيان وعرفات من اين تؤكل الكتف، ومن بعد ما تاكدات بان الحزب غادي الى الهاويه في انتخابات 2021، ومن بعد ما سمعات بان حزب التجمع الوطني الاحرار اللي شادو حاليا السي عزيز اخنوش يقدر يضربها في الانتخابات المقبله، قررت باش تلتحق به على وجه السرعه. وكاينه معلومات اخرى كتقول بان العشرات الاخرين من المنتخبين الكبار ديال حزب العداله والتنميه حتى هما غادي يمشيو نحو هاد الحزب او احزاب اخرى. المهم هما يمشيو مع الجهه الغالبه ويتخلصوا من حزب العداله والتنميه اللي السفينه ديالو بدات كتغرق.
كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تي في. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شاركوا موضوع هذه الحلقة على نطاق واسع لكي تعم الفائدة. بالعربية تعربت بارتاجيو هذا الفيديو باش كل شيء يعرف هذه الحقائق وهذه التفاصيل المثيرة. ولمن يريد مراسلتي هذا بريدي الإلكتروني لكل غاية مفيدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.